تحيه لهاد الشرفه اللي داروا اللي بدعوا هاد النشيد. انا اعتبره نشيد، يخليه تخليه الوهبي واللي غيجي من بعد وهبي، وكل من تجرأ على الاستاذ، اي واحد تجرأ على الاستاذ سوف غادي يعاودوا له التربيه. وحنا ما كنديروش التحريض، يعاودوك التربيه باسلوب الحق. نقول لك السيد رئيس الحكومه المحترم، غنكون جد مختصر، في اقرب اجتماع الله يجازيك بخير حاول تضبط بعض الوزراء ديالك، حاول تهضر معاهم يبقاو يخاطبوا المغاربه باحترام. احنا في الخطابات ديالهم راه ما كنلعبوش البوكس ولا كيسبوا المغاربه ولا كيخاطبوا بواحد الاسلوب، اسلوب صغير، اسلوب لا يليق بالوزراء. وكان خص بالذكر السيد وزير العدل المحترم، رجاء هضر مع هاد السيد هذا وضبط هاد السيد، راه معاك في الوزاره، راه في الخطابات ديالو دائما يستفز المغاربه، دائما يحصر انفه فيما لا يعنيه، دائما كيلوي الدراع، هو كيلوي الدراع دائما. ما يمكنش شي شريحه في المغرب دابا ما بقاش دابا عندها مشكل مع هاد وزير العدل. حنا في موقع قوه، اللي درت هذه الحكومه في عامين ما داروش الحكومات السابقه في 10 سنين، لان هذا الوزير تابع لك. الله يجازيك بخير، رجاء انا السيد الوزير حاول تضبط لنا هذا الوزير، ويلقص شويه من الخرجات ديالو والشطحات وهذا الشيء ديالو، ويظن انه هو راه ملك البلاد، اللي هو ملك البلاد محمد الله ينصرو، كيهضر معنا بالادب وباحترام، وكيقول لك شعبي العزيز. هذا موظف، هذا مجرد موظف في الحكومه كيتكلم وكيهز يدو بواحد الطريقه يسيء لك الحكومه ديالك اللي هي حكومه المغاربه. ويسوء الثاني، بغيت نسول سي اخ مياره الكاتب العام لاتحاد العام الشغالين، والاخ الوزير هذا وزير العدل، كي حسيتو من بعد ما داز والبارح الاضراب ديال الاساتذه ونجح، وبعد ما الحمد لله التنسيقيات كانوا في واحد الوقفات احتجاجيه مؤطره ومؤدبه وشعارات، وكان داك الشيء رائع. كيف حسيتم بعد ما ان ما استطعتوش انكم ديروا واحد الشرح ما بين الاستاذ وما بين الاباء والاولياء التلاميذ؟ كي جاكم انضباط وكي جاكم الاباء التلاميذ ولاو الاباء والاولياء التلاميذ رغم ان وليداتهم ضايعين كيدافعوا على الاستاذ، لانهم امنين بقضيته، امنين كيقولوا ان الاستاذ راه ضحيته هو، كي المغاربه ضحيه هذه الحكومه. دائما نتكلم معكم بكل احترام. كي حسيتوا كي كان الاحساس ديالك السيد وانت تقول الناس اللي تابعين لك في نقابه الاتحاد العام وقفوا الاضراب ورجعوا، كتقول الاساتذه ساعه الحمد لله الاساتذه ما تسمعولكش، وعندك مناضلين شرفاء من الاتحاد العام الشغالين تشاركوا في الوقفات ومنها مدينه فاس، شاركوا مناضلين ينتمون لنقابتك، ما تسمعولكش، ما تسمعوش القياده، القيادة ديال 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 والو ما تسمعوش. إذا كي أنا بغيت نسولكم كي كان الإحساس ديالكم وأنتم تلهون الدراع وكتقولوا أنكم خصها ترجع الأساتذة، يرجعوا للأقسام عاد تحاوروا، والأساتذة متشبتين بالنضال ديالهم، والشرط الأساسي عندهم هما تحاوروا مع التنسيقيات ولا تحاوروا مع شي مصيبة كحلة ولا تحاوروا مع النقابات. المهم اللي دابا ما بقى عندها تفرشت، كي حسيتوا ان النقابات ديالكم تفرشوا ولاو مساكن زيرو، ما كاينش بنتو على حقيقتكم، راه شي واحد مغطي وهو ما لابس الحوايج من الداخل. كي كان الاحساس ديالكم والاباء والتلاميذ والاولياء ضايرين بالاساتذه وشعارات وحده وقفات في المستوى، الوقفه ديال فاس ديال التنسيقيه الاقليميه ديال فاس كانت وقفه رائعه، وكانوا اساتذه شرفاء وكانوا شعارات في المستوى. انا اليوم كانوا عندي جوج ديال الاسئله وجهتها السيد رئيس الحكومه، الله يجزيك بخير حاول تضبط الناس ديالك الوزراء ديالك، ما يبقاوش يستفزوا المغاربه، راه استفزاز، راه فيه واحد النوع من التحريض، حتى قانوني راه يمكن لهم يتحاسبوا، كيحرضوا وكيديروا استفزازات. وسولت السميه راه كي حسيتي ان البساط تسحب من تحت رجليك والنقابه ديالك بحال جات بحال مشات، مع احترامي للشرفاء ما كاينش شرفاء منتمي للنقابه ديالك
وهم شاركوا في ذاك شاركوا في الوقفه ديال فاس، كانت وقفه رائعه. هذا هو الميساج، بغيت نشوف الاحساس ديال السي ميارة الكاتب العام ديال النقابه العتيده، وديال السي الاخ ديالنا السي وزير العدل. الله يجازيك بخير السيد وزير العدل، حاول ملي تكون كتهضر مع المغاربه تكون مع الحزب ديالك، ولا مع هذوك اللي كيصفقوا لك وكيطبلوا لك، ولا حاول تهضر بالاداب وما تهزش يديك، راك كتخاطب المغاربه والمغاربه شويه صعاب. رانا نقول لك ان مالك البلاد الله ينصره ويعطيه الصحه والسلامه يتكلم مع المغاربه بالاداب. راه الا تكلمتي مع المغاربه بواحد الاسلوب زنقاوي، وتكلمتي معهم بواحد الهضره اللي خاويه وفارغه، راه غتبقى تشوف المسائل اللي ما غتعجبكش. نحن دائما كنوجهوا للمواطن من اجل السلم ومن اجل المسائل القانونيه، حنا ما عمرنا كنحرضوا، ما عمرنا، انا دائما مع الاستقرار ومع الامن والامان. فاليوم انا فرحان بداك النجاح ديال الوقفه ديال الاساتذه، ومزيد من النضال والصمود. وغنختم لكم بواحد واحد واحد الفيديو ابهرني، واحد الاساتذه ديال بني ملال بدعوا في واحد الفيديو وقالوا شعار السي وهبي الفضولي، صاحبنا الفضولي اللي يحشر نفسه في كل شيء، كل شيء، ولا هو الوزير المتعدي الاختصاصات. كيهضر معنا وكيهددنا وكيخلعنا، زعما ما راه شي حاجه. نخليك مع هذا، نخليك مع هذا. وبعتي راسك بالمجان، وبعتي راسك بالمجان. والأستاذ، تحية الأستاذ والأساتذة والأستاذات الشرفاء، تحية التنسيقيات. يا وهبي اسمع مزيان، اسمع اسمع، هادو اللي غيعلموك كيأثروك، يعلموك هادو اللي غيعاودوك التربية. هذا أخنا واش عاودنا حنا التربية المغاربة، وهادو غيعاودوك التربية بأسلوب حضاري. أستاذ وما أدراك ما أستاذ، يا الله. يا مسعود اسمع مزيان، أستاذ لا يهان، تحية الأستاذ. تحية احترام وتقدير للأستاذات والأساتذة بربوع المملكة، أساتذة الشرفاء، اللي أساتذة قدام المتعاقدون، الأستاذ بجميع الرتب ديالو وكيما بغى يكون. تحية احترام وتقدير له، وتحية لهاد الشرفة اللي دانو اللي بدعو هاد النشيد. أنا أعتبره نشيد، تخليه الوهبي واللي غيجي من بعد وهبي، وكل من تجرأ على الأستاذ، أي واحد تجرأ على الأستاذ سوف غادي يعاودوا له التربية. وحنا ما كنديروش تحريض، يعاودوك التربية بأسلوب حضاري وقانوني. وليتي المطلوب رقم واحد وزير العدل في المغرب، ولا كلشي كيحبك وكيحماق عليك وكيموت عليك. شكرا لكم إخواني وأخواتي، شكرا على التتبع. اللي ما شافش المباشر ديالنا يشوفوا عبر قناة يوتيوب ديالنا دوبيس تي في بكل التفاصيل، وبشويش ديال اللقطات وشويش ديال. شكرا لكم، شكرا على سعة الصدر ديالكم، شكرا على الإخوة اللي كيتابعونا وكيثقوا فينا. تحية احترام وتقدير للأستاذ، كلنا الأساتذة، ومزيد من النضال، ومزيد من المثابرة والنضال، حتى إسقاط النظام المشؤوم.